ان شاء الله غادي نكون في سلسله كبار والحبيب. كنت في خليه الكتابه وغادي نكون عندي واحد الدور اللي غيكتشفوا ان شاء الله الناس في رمضان، كيف ما كاين جمال كوميدي كلوب مع ايكو، وان شاء الله ورا رمضان كاين المراكش ديوري. اي تجربه مع الاستاذ حسن الفت تكون زوينه وكتدوز في واحد الجو احترافي بزاف، انسان اللي كنتعلموا منه بزاف، واللي نقدر نقول لك ان على الطاقم كله كان واعر بزاف، كاين الضحك كاين لو سيريو. تعذبنا فيه بزاف، خدنا تقريبا 5 شهور ديال الكتابه وعاد صورناه. كنتمنى ان شاء الله يعجب الناس لان ضربنا عليه تماره، وان شاء الله يعجبهم.